مرقص ونجيب مرقص. تسعة 12 13. بعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا، لاحظوا حدثة التجلي، قبليها ذكر ألام وبعديها ذكر ألام. في الحقيقة دي حدثة التجلي بالذات بالنسبة لي أسبوع الألام اللي بنتكلمه كانت عبارة عن تعزية في الطريق، لأنهم كانوا ينزلوا الحضيض، خلصوا خلاص ساعة ما قال لهم أنه هأصلب وإني هموت وينتف علي واتشتم واتجلد، وهو في عينهم كبير، قالوا إذا كان ده هيعملوا فيه كده إحنا هنبقى إيه. فابتدوا يبصوا لبعض يعني ويرتبوا ايه طريق الهرب. فقال لك لا مفيش بد نحلق عليهم. فاخذ منهم ثلاثه يعني اللي يقدروا يحتملوا شويه، وطلع بيهم جبل عالي وابتدت تتغير هيئته قدامهم، وصارت ثيابه تلمع بيضاء جدا كالثلج، لا يقدر قصار الجدع اللي بيصبغ يعني على الأرض أن يبيض مثل ذلك. وظهر لهم إيليا مع موسى وكان يتكلمان مع يسوع. إيليا مع موسى، طبعا إيليا اللي هو بيمثل الأنبياء، موسى بيمثل الناموس اللي قالها عنها بولس الرسول، وجاء مشهودا له من الناموس والأنبياء. مشهود له زعم موسى وإيليا ظهروا له وابتدوا يتكلموا معاه، فشهدوا للمسيح الناموس والأنبياء. وظهر لهم إيليا مع موسى، يعني يكفيهم، يعني لسان حال الرب قال يكفيكم كده، ادي موسى اللي عليه رجاكم، وادي اللي بتقولوا وادي نبي الانبياء اللي ما فيش زيه، ادي قاعد يتكلم معاهم، وادي إيليا في اقوى من إيليا من الانبياء قاعد يتكلم معايا، وشايفين ازاي بيحترمني وشايف ان انا بلمع ازاي اكتر منهم، يكفيكم كده يعني، ولا برضك تنزلوا تتمرمغوا في الطين تحت؟ ادي الام اللي قلت لكم عنها، ولكن ادي انا هو على حقيقتي، ادي ما سيصير لي بعد القيامة، ادي المجد اللي هو الحقيقة التجلي هو صورة مسبقة للقيامة، صورة مسبقة للقيامة. فحب يفرق لهم قيامته قبل ألامه علشان شوية يحتمله، ولكن هيات حتى ولدي. وكان يتكلمان مع يسوع، فجعل بطرس يقول ليسوع، عينه راحت في الايه في الاشياء الجميلة ونسي نفسه، يا سيدي جيد أن تكون هنا، أن نكون هنا، نصنع ثلاث مزار لك، واحد والموسى واحد والإيليا واحد، واللي قال ثلاث مزار ثلاث يعني كنائس واحدة باسمه هنا. والعجب أن هو ده أول من هرب وجري لما شاف الألام، لأنه لم يكن يعلم ما يتكلم به إذ كانوا مرتعبين. وكانت السحابة تظللهم، فجاء صوت من السحابة قال أن هذا هو ابن الحبيب له اسمه. فنظروا حولهم بغتة ولم يروا أحدا غير يسوع وحده معهم. وفيما هم نازلون من الجبل أوصاهم أن لا يحدثوا أحد بما أبصروا إلا متى قام ابن الإنسان من الأموات. قال لهم إلا متى قام ابن الإنسان من الأموات، إشارة بعد كده ما فيش. طب بعد التجلي وجاء يكلمهم الأيام شباب، فحفظوا الكلمة لأنفسهم ويتساءلون، يعني سرا قصده حفظوا الكلمه لانفسهم، يعني ما رضوش يتكلموا علنا، ابتدوا في السر يقولوا البعض يتساءلون ما هو القيام الاموال. فسالوه قائلا لماذا يقول، ما قالوش ما هو القيام الاموال، لا دي سر بينهم بينهم، الضعف وكده خلوه بينهم من بعض. وبعدين عمل نفسهم بتاع شويه وقعد يسالوا، قالوا له ما هو شافوا ايه وشافوا موسى. وبعدين قال لهم ما تقولوش لحد لان لغايه ما اقوم من الاموات. وتقوم من الاموات يعني هتموت. فسالوه قائلا لماذا يقول الكتب ان ايليا ينبغي ان ياتي اولا، ان ايليا هيجي، عاوزين يشوفوا يعني يستبصروا من حدث التجلي، لان معروف عندهم اللي استلموه من كتب الفريسيين ان المسيح سيبقى الى الابد مش هيموت. فابتدوا يجرجروا معاه حديث يعني، وقالوا ان ايليا هيجي في الاول عشان يكمل لهم الكلام ويشوفوا ايه. فاجاب وقال لهم ان ايليا ياتي اولا ويرد كل شيء، وكيف انه مكتوب عن ابن الانسان
أن يتألم كثيرا ويردم. لكن أقول لكم أن إيليا أيضا قد أتى وعملوا به كل ما أرادوا كما هو مكتوب عنه. أوضح بسرعة وبعدين أشرح. قالوا له إن يعني بيقول إن إيليا هيجي الأول يعني قبل ما يجي المسيح، هم مش قادرين يفهموا إن ده المسيح. ويرد كل شيء. هنا يرد في الحقيقة لو ترجع للأصل اليوناني المظبوط يقول لك ويكمل كل شيء، مش يرد، ويكمل كل شيء. فأجاب وقال لهم إن إليه يأتي أولا ويرد كل شيء ويكمل كل شيء. بس يعني ناسيين إن ابن الإنسان اتكتب عنه أيضا إنه يتألم كثيرا ويرزل. بيتكلم عن مين؟ عن أشعياء. هم جابوا له ملاخي، جابوا له ملاخي إن إليه سيأتي قبل يوم الرب العظيم. قال لهم هتمسكوا نبوة وتسيبوا نبوة؟ أيوة صحيح إليه هيجي ويكمل كل شيء، ولكن إيه رأيكم في أشعياء اللي بيقول إن ابن الإنسان ينبغي إنه يتألم كثيرا ويرزل؟ هنا بقى مش مفهومة في الحديث في الكلام ده. فأنا بديلكم استنارة شوية لما تيجي تقرأ تفهم الإنجيل. فأجاب وقال لهم أن إليه يأتي أولا ويرد كل شيء، وكيف هو مكتوب لهم يعني دي، وكيف أيضا هو مكتوب عن ابن الإنسان أن يتألم كثيرا ويرزق. دي حطوا دي جنب دي، ما تاخدوش دي لوحديها. هم عايزين يهربوا من الآلام. فقال لهم لا، إلي أيوه هيجي وجه. بعد ما قال لهم هيجي ويكمل كل شيء رجع قال لهم كده وتاني. الأجابة وقال لهم إن إيليا يأتي أولا ويرد كل شيء. أنا حط من عندي كلمة ولكن هنا مهمة أو كانت. ولكن كيف أيضا هو مكتوب عن ابن الإنسان أن يتألم كثيرا ويرد؟ ده يكمل وكمان برضك ابن الإنسان يتألم، ده التكميل. لكن برضك نعم، لكن أقول لكم أن إيليا أيضا قد أتى وعملوا به كل ما أرادوا كما هو مكتوب عنه. برضك هنا في لبس أو في غموض شديد قوي. لكن أقول لكم إن إليه أيضا قد أتى، ده طبعا معروف إن ده يوحنا، لأن في حتة تانية قال إن يوحنا إن هو ده يوحنا، قالها لهم بكل وضوح. بس هنا الغريب بيقول إيه؟ قد أتى ده إليه، وقد عملوا به كل ما أرادوا كما هو مكتوب عنه. بيتكلم عن إليه. إيه اللي أرادوه يعملوه في إيليا؟ مين اللي أراد أن يعمل في إيليا كل شيء؟ أجدع أخاب وإزابل. قال ثم كنت أوريك لما ذبح أنبياء البعث، إما كنت وهرب منها وهي كانت بتجري وراه وحبت تتحلق عشان تموته، وربنا خده، لأن في الحقيقة إيليا له رسالة هيكملها مع المسيح، فما سلموش لإيدين إزابل وأخاب، ولكن فسلم يوحنا. فكل اللي أرادوه في إيليا ويوحنا عملوه، كل اللي أرادوه في إيليا عملوه في يوحنا. بان بقى الكلام؟ أراه تاني بقى يبقى واضح خالص. فأجاب وقال لهم إن إيليا يأتي أولا ويرد كل شيء، وكيف هو مكتوب أيضا عن ابن الإنسان أنه يتألم كثيرا ويرزق. لكن أقول لكم إن إيليا أيضا قد أتى وعملوا به كل ما أرادوا كما هو مكتوب عنه. ده التوضيح البسيط أجل الشرح لأنه ده يهمنا. المسيح هنا يشير إلى مجيء إيليا أنه قد تم في شخص يوحنا المعمدان، وكل ما كانوا قديما اللي هم كان تلبعل وإزابل وأخاب، كل ما أرادوا أن يعملوا في إيليا عمله هيرودس وهيرودية فيه إذ قتلوا يوحنا المعمدان. وإنجيل القديس متى يوضح هذا جدا بقوله ولكن أقول لكم أن إيليا قد جاء ولم يعرفوه
بل عملوا به كل ما أرادوا، كذلك ابن الإنسان أيضا سوف يتألم منهم. حينئذ فهم التلاميذ أنه قال لهم عن يوحنا المعمدان، يبقى الإنجيل انكشف. في إنجيل متى بقى دايما إنجيل متى تلتي بيشرح ما غمض في إنجيل مرقس، دايما دايما إنجيل القديس متى حاطط إنجيل مرقس قدامه كده ويرجع للأصول ويرجع لهنا ويرجع لهنا ويوضح. ومعروف طبعا الجماعة الدارسين ان انجيل مرقس اول انجيل كتب، اول انجيل كتب من الاناجيل الاربعة هو انجيل القديس مرقس. تاني، وانجيل القديس متى يوضح هذا جدا بقوله ولكن اقول لكم ان ايليا قد جاء، اللي هو يوحنا المعمدان، ولم يعرفوه، ما عرفوش ان يوحنا المعمدان هو ايليا، عشان كده سلموه للموت ورفضوا يعتمدوا منه. الجماعة الكناموسيين وجماعة الكتبة والفريسيين، وما فيش كاهن جه ناحيته ولا اعترفوا به خالص. قد جاء ولم يعرفوه بل عملوا به كل ما أرادوا، كذلك ابن الإنسان أيضا. شوفها يمين أوي، كذلك ابن الإنسان أيضا جاب يوحنا المعمدان. خلي بالك لأن دي هتيجي بعد كده في نقطة جاية مش هقولها الوقت. ربط نفسه بيوحنا المعمدان المسيح هنا، الرباط ده هيجي في موضوع اللي جاي بعد كده على طول نتأمل فيه، هيبقى جميل جدا لو خدت بالك. ربط نفسه بيوحنا المعمدان انهم قتلوا يوحنا وكمان هيعملوا كده في المسيح. قد جاء ولم يعرفوا بل عملوا به كل ما ارادوا، كذلك ابن الانسان ايضا سوف يتألم منهم. حينئذ فهم التلاميذ انه قال لهم عن يوحنا المعمدان. جميل غسن عال او ابتدى الانجيل ينور قدامه. هكذا يربط الرب محكما بين ما جئ إلي وما جئ ابن الإنسان. قالوا ده إلي، إلي بيقولوا هي وكمل كل شيء، وابن الإنسان هتمسكوا نبوة، تسيبوا نبوة، عاوزين يتيهوا إيه؟ ما هو كده كل شعب الصغير كان كده عاوز المسيح يجي علشان يرجع الملك والعظم والأبهة وشلتها. هم لغاية الوقت في التلمود كاتبين كده، وهم بيؤمنوا كده بتوع إسرائيل دول، وبيعملوا بالعنف بتاعهم ده على هذا الاساس الذهنيه بتاعته. ان مش عارف يا رب 2000 ولا ايه، تفتكرش يا ابو يعقوب؟ مش عارف انا كنت كتبتها مره، ان 2000 واحد اممي، كل واحد يهودي هيخدمه 2000 واحد اممي، يعني كل واحد يهودي هيجيب 2000 واحد اممي يخدمه. ده هم هناك في اسرائيل كده دلوقتي عندهم زي ما مكتوب في التلمود كده. ده غير ان يعني 200 واحد هيمسكوا في ديل وكل اسرائيل يقولوا عرفنا طريق الرب. ده دي مكتوبة في الاسفار دي نبوة، ولكن لا، ده انا بتكلم عن التلمود، التعليم بتاعهم المشنة والتلمود. بيقولوا كده انها في الزمان الاخير يعني ان هيبقى كل واحد يهودي له 2000 واحد يخدمه، والمسيح ده لما هيجي هيد الملك، وان اسرائيل هتبقى عظمه ويسحق اعدائهم ويعمل الكلام اللي بيقولوه الانبياء، انه هيسحق الامم وزي اناء الفخار هيكسرهم في الارض ويبعث قضيب من حديد ده كل اسرائيل. ولكن شالوا كل ما قيل عن ابن الانسان والام ابن الانسان والعبد المتالم بتاع اشعياء بتاع 52 و53 و42. هنا المسيح بيربط ما بين مجيء إلي ومجيء ابن الإنسان. الصحيح إلي جاء أو هيجي أو يعني سيأتي ويكمل كل شيء، وأيضا ابن الإنسان سيأتي سيتألم ويرزق. وبعدين ربط تاني ما بين يوحنا المعمدان وربط ما بين نفسه. فربط ما بين إلي وما بين ابن الإنسان ده على مستوى النبوة، وده اللي بان في التجلي. وبعدين ربط تاني على مستوى الواقع، ان اللي عملوه في يوحنا المعمدان هيعملوه فيه، ده على مستوى الواقع هو يوحنا المعمدان. فهنا في الحقيقة بيهمنا نربط شخصية يوحنا المعمدان بشخصية المسيح، لانها دايما بعاد عن بعض، لان دي جت في اول الانجيل دايما في الثلاث اناجيل، جت في اول الانجيل ودي جاية في اخر الانجيل، فانفصلوا عن بعض. فدايما في ذهننا يوحنا المعمدان بعيد او عن المسيح، لان ده في اول اصحاح ولا ثاني ولا ثالث،
وده في آخر أصحاح الآلام. لا أتمنى بقى بعد اللي قلناه النهاردة يجتمعوا شوية على بعض، لأن ده جوهر الإنجيل، أن الأزي ما سبق وقلت أن المسيح بيكمل سلسال الآلام والرجم والجلد بتاع الأنبياء في المثل اللي قدمه بتاع الكرامين الأرضياء وهو إلى آخره، يعني بيحط نفسه في آخر الأنبياء فبيربط نفسه بآخر واحد. آخر واحد مين؟ آخر نبي مين؟ يوحنا المعمدان، فبيربط نفسه بيه. دي تهم قوي قوي في الإنجيل تكون في ذهنك. يعني هو التجلي شفناه الوقت هو عبارة عن إعلان عن عمل مشترك ما بين إيليا وابن الإنسان على مستوى النبوة. ابتدى إيليا يظهر على الجبل ويتكلم مع المسيح وهو بقى منير ومضيء جدا، ويتكلم معه على عن الخروج العتيد أن يكمله خارج أورشليم خارج المدينة. إيليا جبار، يا آخر شهر إيليا شايف كمان معانا، مش بس رؤية المسيح الواضحة. هو إيليا ما تكلمش عن المسيح زمان، يعني ما تكلمش كتير عن المسيح، كان بس هو ظروف حياته كانت هي مطابقة. ولكن هنا تكلم مع المسيح نفسه على جبل التجلي في بخصوص الخروج العتيد أن يكمله خارج أورشليم، فأخذوه وقتلوه وأخرجوه خارج الكرب. هنا إيليا بيقول وكان يتكلم عن الخروج العتيد أن يكمله خارج أورشليم، النبوة في جبل التجلي. ثم في شخص يوحنا والمعمدان والمسيح على مستوى الألام والموت، والرب ينبههم أن لا يقفوا عند تصور القيامة من الأموات على ضوء مجد التجلي. ولما تجلى قدامهم ابتدوا يفهموا أن المسيح جايز بقى خلاص ياخد الملك على طول وتبقى قيامة على طول من غير ألام. قال لهم لا، ينبغي ابن الإنسان يتألم أولا ويرزق. قبل التجلي وبعد التجلي بيحقق على مخهم. قبل التجلي قال لهم أن الألام، فبص لهم وقعوا الأرض وبقوا طينة. قال لهم طب تعالوا، خدهم على الجبل وراهم نفسه، وراهم موسى وإيليا وقد إيه هو عظيم، وده هو ده مستوى القيامة من الأموات. رجعوا تاني شبطوا في إيه؟ في القيامة من الأموات في مجد ومجد التجلي وخلاص. قالوا ده إيليا لما بيقولوا هيجوا يردوا ويكمل كل شيء. قال لهم وابن الإنسان سيتألم ويرزق. فلاحظوا بقى حديث المسيح عن الألام قبل التجلي شيء، وحديثه بعد التجلي له هدف آخر، وواضح وأنا قلت الاثنين. وكان قصد الرب أن ينبههم أن لا يأخذوا نبوة ويتركوا نبوة، فكما قيل أن إيليا يأتي أولا ويرد كل شيء اللي هو في ملاخي، هكذا مكتوب عن ابن الإنسان أنه سيتألم كثيرا ويرزق. لذلك حينما نعود إلى حادثة التجلي المرتبطة جدا بهذا الكلام وظهور إيليا وحديثه مع يسوع المسيح عن الخروج العتيد أن يكمله خارج أورشليم، لا يمكن أن نغفل صوت الآب من السماء لما قال لهم في التجلي له اسمعوا ما عندكم ما تروحش في البتاع، قال له يا رب جيد أن نكون هنا، قال له لا يا بطل، ده صوت الآب اللي في السماء، اسمع إلا هيقولوا لك المسيح، لأنه قال على طول عن الألم. انتبهوا يعني صوت من السماء مدليك وليا، ننتبه دايما للصوت اللي بيحدثنا عن الألام لما نكون في حالة مجد أو في حالة عز أو في حالة راحة أو سلام. ننتبه ننتبه. الحادثة دي انطبعت جدا جدا في ذهن بطرس الرسول، لأنه ذكرها في الرسالة بتاعته، قال ونحن كنا معينين عظمته على الجبل المقدس وسمعنا الصوت آتي من السماء من المجد الأسنى أنت هو ابن الحبيب لا أسمع. لا يمكن أن نغفل صوت الآب من السماء له اسمه. فالرب والرب وحده هو الذي ليس فقط يفسر النبوات بل الذي سيكملها أيضا. أما أمر التلاميذ أن لا يتكلموا عن التجلي فذلك حتى لا تخفي حادثة التجلي واقع الألام. قال لهم ما تقولوش عن التجلي لأن هم عثروا فيها
جيد يا رب ان نكون هنا. طب والصليب من اللي هينزل على الصليب؟ جيد يا رب ان نكون. نعمل لك ثلاث مظال، مظال دي تفيد ايضا انهم يعني يضربوا الخيام ويقعدوا يعني. خلاص جيد ان نكون هنا، جيد ان نكون هنا ونقعد هنا وخلاص، انا ما ننزلش بقى تاني. طب والصليب فين؟ فتوجيه المسيح كان شديد وسريع بعد القيامة عند السمان الألام. أما الرب أمر الرب عن ليتكلم عن التجلي، فذلك حتى لا تخفي حدث التجلي واقع الألام، وأن يسبق القيامة والألم والموت المزبع، أن يسبق الألام التي هي صورة تبقى الأصل من التجلي، صورة مسبقة للقيامة، التجلي صورة مسبقة للقيامة من الأموات، حتى لا يخور التلاميذ ده أنا قلته. ونلاحظ زي ما قلت ان بطرس كان منفعل جدا بالحادثة دي طول ايام حياته، وقال يعني ان احنا اللي قال ده شتم نفسه في الرسالة، يعني قال يعني ما نكونش اغبياء ولا ننسى ولا مش عارف ايه، بل لازم نفتكر ان الرب كيسه ابتدى يوري ان هو شاهد لالام الرب وشاهد لامجاد الرب. دايما بطرس الرسول عنده اعتراف بالذنب جميل واضح، يعني الانجيل اللي شرح بدقة انكار بطرس للمسيح هو انجيل مرقس اللي هو الهولو، بطرس الهولو قال له عن الحادثة دي يعني بوضوح. كذلك في رسائله دايما يحكي عن الضعف اللي جازه وبيسلمهن علشان يبقى كشاهد للضعف والقوة. طبعا اللي يهمنا الان من ارتباط حدث التجلي بمجيء الي وشخص يوحنا وموت يوحنا، الحقيقه كل ده بينبه ذهننا ان الرب يعني خلى حادثة التجلي داخل الالام. يعني هو اقدر ارى ان حادث التجلي جزء لا يتجزأ من اسبوع الالام، زي بالظبط لما انت في يوم الجمعه الكبيره بتقول في كثرونس المسيح مسلوب على خشبه العار وانت بتقول له بعرشك يا الله الى ظهر الدور، تمام كده بالظبط في وسط الالام خدهم ورى له امجاده. فالمجد بتاع التجلي جزء لا يتجزأ من اسبوع الالام، ده نبوه ورؤيه صافيه جدا. يعني المسيح لم ينغمر، زي ما ابتديت حديثي خالص قلت ان دايما حديث الالام محتوى في نوع من الرجاء، بل في يعني يشوب يعني شيء من المسره ايضا، زي ما شفنا فرس القنا الجليل يتكلم عن ساعته التي لم تحن بعد. فبارى ان التجلي حادثه تدخل في صميم اسبوع الالام، لأنها ترفع مستوى الألام إلى مستوى الألوهة. ما هوش ألم انطوى تحت المسيح تحت اضطرار أو تحت ضعف بشري أو تحت استحقاق الموت كخاطي، ولكنه قبله كمتجلي. يعني أجمل ما يقال، قبل الألام وهو متجلي. يعني نحن نقيم أسبوع الألام وخلفية الأسبوع الألام التجلي. يعني يا ريت كان في كثرونس تتقال من أول يوم الاثنين لغاية آخر يوم، لأن في الحقيقة هي دي التجلي، مجدك يا الله وعرشك يا الله إلى ظهر الدهور، أو زي ما تقال المزمور، بس دي مش حقيقة يعني، يعني حسب التحقيق اللغة مش موجودة، المسيح ملك على خشبة، دي محطوطة في الله محطوطة مش أصيلة. دي تهمني قوي قوي النهاردة، يعني لأنها بتدي يعني لون وصبغة للألام جميلة جميلة خالص زي الطيب. النهاردة آخر جمال يعني بالنسبة لمزج الألم بنوع من سر الفرح أو سر المجد. ف
الطيب والريحة الجميلة الفراجرنت اللي ملت البيت كله كان تكفين الجسد، كان للدفن. ونرجع تاني هنا المجد بتاع التجلي، والنفس جلابيته بقت مضيئة كالثلج وسحابة منيرة. طبعا السحابة المنيرة دي مش جاية جزافا، يعني لانك لما ترجع ليه كلمة ابن الانسان تلتقي اللي قالها بوضوح هو مين؟ دانيال. ولما دانيال اتكلم عن ابن الانسان قال انه هيجي في ايه؟ هيجي في السحاب. لذلك حتى مسمى ابن الانسان عند دانيال مسمى في العرف وفي التقليد الكتابي بانه ابن السحاب، ابن الانسان او ابن السحاب، يعني دايما ابن الانسان يرافقه سحاب. ودي حقيقة، مش عارف نفلي، السحاب اسمه نفلي بالعبري اظن كده، باليوناني مش فاكر. ابن السحاب بتبص لتيه في التجلي سحابه مضيئه، في الميلاد سحابه من جمهور جند السماء، في كله في الصعود سحابه، كله يعني كل مواقف المسيح اللي فيها بيستعلن سره كابن الانسان بيبقى جنبي، بيبقى الخلفيه فيه سحاب. وبعدين انت لو ترجع للعهد القديم تلتقي ان دايما حلول الله في البيت، حلول الله في الهيكل كان يصحبه سحاب وضباب. وحتى حلول الله على جبل سيناء كان في سحاب وضباب. فحادثة التجلي هنا عظمتها بتبان اقوى واقوى لما بنراها من خلال آلام الرب. نمرة 6 لوقا 13 في ذلك اليوم تقدم بعض الفريسيين قائلين له اخرج واذهب من هنا لان هيرودس يريد ان يقتله. فقال لهم امضوا وقولوا لهذا الثعلب هانا اخرج شياطين واشفي اليوم وغدا وفي اليوم الثالث اكمل، بل ينبغي ان اسير اليوم وغدا ومالي لانه لا يمكن ان يهلك نبي خارجا عن اورشليم. يا اورشليم يا اورشليم يا قاتله الانبياء وراجمه المرسلين، اليها كم مره اردت ان اجمع اولادك كما تجمع الدجاجه افراخها تحت جناحيها ولم تريدوا، هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. والحق اقول لكم انكم لا ترونني حتى ياتي وقت تقولون فيه مبارك الاتي باسم الرب. طبعا هنا رؤيه مسبقه للالام بصوره واضحه جدا ان انا هكمل اليوم وغدا، وفعلا هو على ما سفر 3 ايام الوقت بالضبط، وهدخل اورشليم وتنتهي الرساله او تنتهي الرحله. فعلى ايه السرعه وعلى ايه الخوف؟ قولوا للثعلب ده ان انا ماشي وهكرز وهكمل. فهنا في رؤية صافية جدا للآلام التي سيجوزها الرب، موزونة بالموازين، مقاسة بالأيام والمواعيد، محددة بالأماكن، إن مش ممكن خارج أورشليم هيحصل ألم ليا، لأن طبعا معروف إن أورشليم قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين. مرة يربط نفسه بالأنبياء والمرسلين، قال اني انا ينبغي ان اسير اليوم وغدا وما لي لانه لا يمكن ان يهلك نبي خارج عن اورشليم، يعني لابد هدخل اورشليم ولابد هموت هناك. فبرضك زي ما قال ارسل خدم وبعدين في الاخر ارسل ابنه، وكلها الانبياء 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 ويحط نفسه. فهنا وبعدين زي ما ماتوا الانبياء ورجمتهم اورشليم بايدين الجماعه دول، هنا صور المدينه كلها كراجمه، هنا المسؤوليه حتى على المدينه. ربط محكم بالحوادث والنبوات اخر ابداع، يعني مش موضوع حتى دي في 5 6 مواضيع مترابطه، ولكن في الحقيقة الفصل ده مختار بقصد،
خلاص، لأنه يربط ما سبق. فهيرودس قتل يوحنا، المعمدان ومعروف لدى كل من هيرودس والفريسيين معا مدى العلاقة ما بين يوحنا المعمدان والمسيح، لأن يوحنا كان يشهد للمسيح جهارة، وإحنا شفنا الوقت ثاني هار الآية في إنجيل القديس متى يوضح هذا جدا بقولي. ولكن أقول لكم أن إيليا قد جاء في شخص يوحنا المعمدان ولم يعرفوه، بل عملوا به كل ما أرادوا، كذلك ابن الإنسان أيضا سوف يتألم منهم حينئذ، كذلك سوف ابن الإنسان أيضا سوف يتألم منهم حينئذ. فهم التلاميذ أنه قال لهم عن يوحنا المعمدان. هنيجي هنا لابن الإنسان وإزاي هيتألم زي آلام يوحنا المعمدان من نفس الأشخاص صورة من بعيد. هم قالوا له هيرودس يريد أن يقتلك، هو مش هيقدر يقتله، هو عارف مين اللي هيقتله، لأن هيرودس مش حاكم أورشليم. هيرودس كان على اليهودية مش كده؟ ها؟ الجليل صحيح، قالوا ده جليلي فيبقى ويودوا للملك الجليل، بس كان مقيم في أورشليم، إنما ملوش إيه موجود هناك، إنما هو إقامته الدائمة كانت في الجليل. فقالوا له هيرودس يريد أن يقتلك. طبعا هنا على طول في إشارة من وراء 3.5 سنين لهيرودس الذي قتل يوحنا، يريد أن يقتلك. طبعا الكلام هنا مش جاي على عواهن، والإنجيل مش بيتكلم جزافا. وهيرودس يريد أن يقتلك يعني جه الميعاد خلاص، لأن المسيح سبق وقال إن زي ما هيرودس قتل يوحنا المعمدان كذلك سيعمله في ابن الإنسان، مش هيرودس نفسه. ولكن هم أحبوا يخوفوه. طبعا المسيح قال لهم قولوا لهذا الثعلب، الثعلب حيوان ضعيف يعني وماكر، فهو لا في إيده يقتل ولا في إيده يخوف. فقال لهم أنا هأكمل رسالتي، وانا يعني الموت بتاعي عارفه هيكون فين وامتى وعلى مين. في اليوم الثالث اكمل. هنا واضح قوي قوي ان الرب حدد خلاص المشوار بتاعه، نهايه الرحله دي. بقى كمان من ضمن الاشياء الممتعه يعني، كان هو برضك في يوم الاربعاء دلوقتي وحددها بالضبط ان اليوم وغدا والثالث اكمل في اورشليم. فتحديد نهاية الرحلة بعد 3.5 سنين زي ما يكون واحد خطواته اللي بياخدوها قايسها على الظهور كلها، مش قايسها يعني بفهم شخصي، ده قايسها على جميع الأنبياء، قايسها على الظهور كلها، قايسها على عمق الرسالة وامتى ينبغي ان تنتهي وامتى كان ساعات يشيلوا عليه الحجارة عشان يرجموه فيجوز في وسطه، لسه ساعته ما جاتش. ولكن هنا قال لهم قول للثعلب ده، ريحوه ان فضل 3 أيام مثلا. فبدخول اورشليم تنتهي الرحلة، لان خارج اورشليم لا يمكن ان يموت نبي او مرسل. الرب هنا يسبق ويعلن عن انتهاء رحلة، رحلته عبر الزمان لتقف عند مكان الحكم والقضاء بالموت والصلب، على أساس وحدة النهاية بين الأنبياء وما بين المسيح. وهنا ربطها ما بينه هو وما بين آخر نبي بالتهديد بالقتل على فم هيرودس. طبعا وحدة المصير ووحدة المكان ما تقدرش نعبر عليها يعني ببساطة. وحدة المصير ان هو زي ما قتلوا الانبياء هينال نصيبه قدامك يوحنا، وفي اورشليم زي ما ماتت جميع الانبياء في اورشليم هو هيموت في اورشليم. وحدة النبوات، وحدة نهاية النبوة، وحدة مكان نهاية النبوات كلها.
هنا يشير إلى انتهاء أزمنة النبوات كلها وحلول المصير المحتوم على إسرائيل، لما قال أورشليم يا قاتلة الأنبياء يترك بيتكم قرابا. هنا كم مرة أردت، ده في شخص الله، يعني هنا بيتكلم بصوت الآب السماوي، في شخص الفادي بيتكلم، يعني يترك لكم بيتكم خرابا، يترك لكم، هنا يترك مبني المجهول، ولكن الفاعل المضمر مين؟ الله. هيترك أورشليم، هيترك الهيكل، فهيخرب ما في شك. دي مهمة جدا للنقطة اللي جاية بعد كده كمان، خلوا بالكم. يعني فالآن وبالنهاية هو ذا بيتكم لم يعد، طبعا هو ذا بيتكم ما قالش بيتي بيت الصلاة، هنا بيتكم خلاص انتهى، ما بقاش بيتي أنا، لم يعد بيت الرب. فلأن نداء يوحنا المعمدان، لأن الرب سيغادره إلى الأبد، ما بقاش بقى بيته إطلاقا ولن يكون. ويترك لكم، احنا قلتها انا دلوقتي مبني المجهول، وهنا الله هو نفسه اللي هيتركها بدون حراسة. هنا تتميم حرفي لنبوة ملاخي. ما جبتليش العهد القديم، استخسرتوه فيه، خلاص يعني مش ضروري، انا هتذكر الآية مش ضروري، لا اظن انا كاتب جزء منها هنا. هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. في الحقيقة هنا تتميم نبوة ملاخي، كلمة يترك لكم خرابا. بقول ايه؟ ها انا ذا ارسل اليكم اخر سفر ملاخي، الاصحاح الرابع الآية نمرة 5، وهو بينتهي عند الآية نمرة 6. هانذا أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب العظيم، اليوم العظيم والمخوف، فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم، لئلا آتي وأضرب الأرض بالعهد. واضح أوي أوي. هل الكتبة والفريسيين والكهنة قبلوا يوحنا المعمدان؟ ادي الاباء، الاباء كلهم متركزين في شخص يوحنا المعمدان، لان ده النبي الذي يمثل جميع الانبياء. فقال يعني ما كانش انا هبعت الي عشان يرد قلب الاباء على الابناء اللي هو يوحنا المعمدان، قال لهم توبوا، وده زمان توبه، افهموا يا اولاد الافاعي. الفاس اتحطت، او الفاس يعني هنا ترجمة غلط، هي البلطة، الفاس عندنا هي التوريا، ولكن الفاس في الإنجيل هي البلطة. البلطة اتحطت على رأس الشجرة، كل شجرة هتتقطع، مفيش فايدة، مرضوش يعتمدوا من يوحنا، فرفضوا مشورة الله من جهة أنفسهم، فرفضت معمودية يوحنا بواسطة كل الكتب والفريسيين والناموسيين والجهنة. طيب يكون ايه؟ يكون ايه اذا كان الكتبة والفريسيين والناموسيين والكل رفضوا مشورة الله من جهة انفسهم، ورفضوا المعمودية اللي عبر عنها المسيح، قال معمودية يوحنا من السماء ولا الارض؟ طبعا يقصد المسيح ان معمودية يوحنا كانت من السماء، ما فيش شك، فرفضوا صوت السماء، ورفضوا يوحنا المعمدان كمعمد وكمعلم وك منادي بالتوبة، اللي هو بيجمع صوت الآباء في فمه. طيب قال كده ملاخي، قال هيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم، لألا الإنذار آتي وأضرب الأرض بالله. فقال له الحكاية بسيطة، كم مرة أردت أنا أيضا مش يوحنا أجمع أولادك أو بنيك تحت جناحي. إيه جناحي؟ جناحي ايه؟ الوصايا والاسفار والمزامير والنبوات، ادي جناحي الرب ما فيش شك،
يعني هتفتكر ان احيانا الرب يبقى يعمل لك مظل ولا ريش؟ يسترني بستر جناحي، يعني ستر بصياه، ستر مزاميره. فهنا ستر جناحي الله ده المزامير، دي الوصايا. فقال كم مرة أردت أجمع بنيكم، أجمع بنيك الأولاد، يعني أنا المسيح بقى. إذا كان يوحنا المعمداني يمثل صوت الآباء، صوت الآباء كلهم كمؤنب كموبخ كمحذر كمنذر كم ما يعني ينادي بالتوبة، ما بالك المسيح اللي عمله المسيح ده كتير جدا في التعليم والتوبيخ والتوجيه. ده خلاصة، مش كلام الآباء، ده الأنبياء كمان، كل الأنبياء ده مش كده وبس، وخلاصة صوت الأب السماوي. فهو كابن للآب المحبوب رفضه كم مرة أردت ولم تريده. فهنا في الحقيقة خلاص بقى بقول أنا هنا بقى الكلام بتاعي. فلأن نداء يوحنا المعمدان لم يقبله المسؤولون ولم يتوبوا ولم ترتد قلوبهم إلى أقوال الآباء، ولم تعد أقوال قلوب الآباء لها تأثير على قلوب الأبناء، لا بفم يوحنا المعمدان ولا بفم المسيح، حتى أنهم رفضوا معمودية يوحنا، فرفضوا مشورة الله من جهة أنفسهم، ورفضوا كل تعاليم المسيح ووصاياه. إذن فقد تهيأت أرض الميعاد لتتقبل اللعنة. فيش فايدة. ها أنا أرسل إليكم إلي نبي، دي هنا أنا كتبها من عندي، يبقى أنا أعرضها لكم من هنا. إذن فالارتباط بين قتل يوحنا المعمدان والتهديد بقتل المسيح أنهى على موسم التوبة. لما قالوا له اذهب من هنا هيرودس أن يقتلك، قال لهم خلاص أنا صحيح أبشر اليوم وغدا وفي الثالث أكمل، وانتهت الرسالة، لن تسمعوا صوت للتوبة، وقد حلت اللعنة على أرض الميعاد. فهنا الارتباط ما بين قتل يوحنا والتهديد بقتل المسيح على يد هيرودس بقدر أهميته الشديدة جدا من جهة النبوة، النبوات وربط المسيح نفسه بالأنبياء ونهاية الأنبياء ونهايته، إلا أنه بيشكل أيضا مفهوم واضح جدا لنطق المسيح بخراب أورشليم. ماش من فراغ بيتكلم، ولكن عن أصالة، وبيعبر عن نبوة ملاخي النبي. فهنا المسيح قد أكمل رسالته، وتكون أورشليم قد انقضى زمانها، زمان خلاص، زمان توبة، زمان إيه، زمان يقول لك أنا مديله مهلة، زمان مهلتها، وحل زمان خرابها. هنا النبوات تكاد تنطق بالحوادث القادمة كلها، والذي يهمنا هنا هو الدقة المتناهية بين النبوات وتحقيق على يد المسيح، مع التأكيد على أن المسيح ورفضه، أي رذل المسيح، إنما هي نتيجة حتمية لعدم قبول يوحنا ورفضه. كل من يرفض يوحنا يرفض المسيح، كل من يرفض من نادى بالتوبة سيرفض من نادى بالخلاص. فالذي يرفض التوبة يستهين بالخلاص، ما في شك. والذي يريد، الذي لا يريد أن يستتر تحت جناحي المسيح وصايا الله، طل عن الأرض من تحته. ديا القول الخامس. تحتمله كمان ولا كفاية على كده؟ بيقولوا بيدوخ وقال وبتاع مش عارفين، بيأكلوا العيش وملح، ما تاكلوا شوية زيادة عشان نعرف نقعد ونتكلم، وأنا دخت زيكم. الكلام هنا في الحقيقة بيرتبط ببعضه ارتباط حي. كل ما أطلبه لنفسي ولكم أن الرباط الذهبي، رباط الروح في الإنجيل الذي يربط أوله يربط أوله بآخره، ويربط يوحنا المعمدان بابن الإنسان وهو قادم أو متقدم ليتقبل صليبه، والذي يربط المعمودية الأولى بالماء للتوبة، بمعمودية صبغة الدم على الصليب، والرباط الذي يربط
كل أقوال الرب عن موته بموته، وكل النبوات التي تكشف عن كل أحزان المسيح الموجعة لقلبه التي سوف نسمع عنها بكرة إن عشنا أو إن قدرنا حتى نقعد مرة تانية يعني مع بعض في نفس اليوم عشان نخلص. سنسمع عن كلمة قالها المسيح موجعة لقلوبنا وينبغي أن نشارك فيها. قال لهم قلبي حزين حتى الموت. فهذا الحزن الذي عصر قلب المسيح حتى الموت، هذه الصورة القاتمة للألام حينما ترتبط ببهجة التجلي وترتبط بالرائحة الزكية من طيب مريم الذي فاح من زجاجة الطيب وهي تندفق على رأس المسيح، والمسيح متهلل ووجهه مبتسم فرحان فرحة قلب الطفل بالريحة الجميلة وهي نزل على هدومه وعلى خصلة شعره وهو فرحان ومبسوط والتلاميذ حاقدين وعلى رأسهم يهوذا. كل هذا الرباط الذي يربط ما بين القاتم بالفاتح، ما بين المر بالحلو، ما بين الخفيف جدا في مفهوم الخلاص كتوبة، للثقيل جدا بمفهوم الدم كوسيلة خلاص. كل هذه الرباطات المبدعة في الإنجيل يا ربنا يسوع المسيح لا تجعلها بعد تخفى عن أذهاننا أبدا، ولا أذهان كل من يقرأ إنجيلك، بل كما فتحت أذهان التلاميذ ليفهموا المكتوب، افتح ذهننا يا ابن الله لنفهم ليس الناموس والأنبياء فقط بل والإنجيل أيضا بما فيه من رباط مبدع بيربط الحوادث معا لكي يعطينا جوهر الإنجيل الحي الذي هو قوة ما بعدها، قوة السماء في توصيل رسالة الخلاص في إناء من هوان، إناء من إناء كما سنقرأ في سفر المزامير إناء متلف، صرت كإناء متلف، ده المسيح بيتكلم عنه في سفر المزامير. الخلاص وبهجته وقوة السماء وعظمة الخلاص والجلوس في السماء مع المسيح في ملكوته وشركة الرب في ملكه مع قدسيه، كيف تصاغ لينا في الإنجيل في إناء متلف في صورة محزنة مقبضة للقلب في أسبوع الآلام الذي حوى ما لم يحوي كتاب في العالم من صور محزنة مقبضة لإنسان عانى آلام لم يعانيها إنسان على وجه الأرض، من أجل أن يعطينا هذه الجوهرة التي احتواها هذا الإناء المتلف والتي مش بس أصلحت ورممت جدران هذا الإناء المتلف ولكن أشعت عليه بنور القيامة فاستنار كما بيضت ثياب المسيح ذاتها المصنوعة من قطن أو كتان على جبل التجلي، هكذا ضاء وأنار جسد المسيح هذا الذي كاد يتلف ولكن لم يرى فسادا على الصليب. سوف نشارك هذه المسيرة عينا، سوف نسير بأقدام دامية على شوك يدمي الأقدام، ولكن سوف نشترك أيضا فيما احتوى هذا الإناء من خلاص ومجد وفرح سماوي وملك أبدي. سوف نحسه منذ الآن، سوف نسبق ونتذوقه منذ الآن كما سبق المسيح وأرى تجليه، أعلن تجليه لتلاميذه الأخصاء لكي يعرفوا أن وراء الآلام أمجاد وأن وراء الأحزان نور وفرح لا يمكن أن ينزع منا. أمين. بارك يا رب على إنجيلك الحي في قلوبنا وأعطينا أياما سلامية لكي ما نرى حقنا في إنجيلك
ونرى متعتنا ولذتنا في كلامك، ونرى فرحتنا في ألامك. باركنا لأن لك البركة والمجد والقوة في كنيستك منذ الآن وإلى أبد الآبدين كلها. أمين.